أكبر علاج المعدة هذا الحلس. قال يا حلس يا بلس. كيف يطبخوا؟ كيف يأكلوا؟ غسلوا، دوروا مع الماء، تبدأ تعصروا مع الثوم والكبزة والكمون، تفعلوا مع السحابة والزبادي. ويشبع الناس، يأكلوا مع الخبز. الأولين كانوا يأكلوا هذا على لبن. خلاص. كم تبيع في اليوم؟ كم مشي تمام؟ اشتروا الناس خيرات. يوم أبيع بألف. يوم ألفين، يوم أكمل إيه؟ أكمل الشوارع. ما أكمل. وين؟ اللي يعرف له أخذه، اللي يعرف له. أهلاً.